ايه حقيقة الكلام انه فيروس سي في دواء الناس بتاخده بيباع، وهذا الدواء منتهي الصلاحية، وان انتوا بتدوا ادوية فذة للناس، ايه حقيقة هذا الامر؟ بقى كلام للاسف الشديد ليس له اي اساس من الصحة، واحنا بنأسف ان مثل هذه التصريحات الغير مسؤولة الحقيقة تخرج من نقيب صيادلة مصر، المفروض ان هو اكتر واحد يعني على دراية كاملة بالامور الفنية والعلمية للدواء. خليني اقول لحضرتك، احنا عندنا كميات من عقار الكلاتازيف ده بيستخدم في علاج فيروس سي. الكميات دي كانت موجوده في الشركه المصريه لتجاره الادويه، الشركه صاحبه هذا المستحضر الشركه الامريكيه بريستول مايرز سكويب بعتت لي الاداره المركزيه لشؤون الصيدله طلب بتطلب فيه مد فتره صلاحيه هذه العقارات هذا العقار استنادا على ان هم عندهم دراسات علميه عالميه بتؤكد انه له فتره صلاحيه اكثر من ذلك. الطلب ده تم فحصه بعرضه على اللجنه العلميه المختصه بالثبات في الاداره المركزيه لشؤون الصيدله. اللجنه دي مخول لها كل الحق في رفض او قبول هذا الطلب. اللجنه اقرت في جلستها بعد الدراسه اللي عملتها في شهر 3/2017 بمد فتره صلاحيه عقار الكلاتازيف من 24 شهر الى 30 شهر. الحقيقه انا مش عارف السيد نقيب الصيدله جاب منين ان كده يعني ده معناه ان الدواء منتهي الصلاحيه. لا، ده ملوش اي علاقه، الدواء ساري، واحنا بناء على الطلب المقدم وبناء على قرار اللجنه تم مد فتره صلاحيته من 24 ل 30 شهر. فده بنفي تماما. لا، حضرتك بتقول انه اصله بيقول ده صيدلي، ده نقيب الصيادله، يعني مش اي حد هيقول الكلام ده الا لو معاه ما يثبت هذا الكلام. هل ممكن نقيب الصيادله يطلع يقول شائعه زي كده بدون دليل، او يطلع يقول كلام بدون دليل ويطلق شائعه مثلا؟ ده نقيب الصيادله يا فندم اللي بيتكلم، مش اي مواطن يعني اي حد ممكن يقول ماشي، لكن نقيب الصيادله لما يقول كده يعني ازاي؟ للاسف يا استاذ احمد هذا ما تعجبنا له، انه يطلع يعني حد فاهم المفروض ويقول هذا الكلام وهو يعلم جيدا الامور الفنيه والامور العلميه لتلك الادويه. وبعدين عايز اقول لحضرتك انه ده مش اول عقار يحدث معه انه احنا يتمد فتره صلاحيته، مش اول عقار داخل ولا خارج مصر. ده حصل قبل كده مع التامي فلو عندنا في مصر، وبيحصل كل يوم خارج مصر. دي امور علميه، ولكن ليس معناها على الاطلاق ان الدواء منتهي الصلاحيه. وزاره الصحه ما بتديش ادويه فاسده، ولا بتدي ادويه منتهي الصلاحيه، ولا بتخاطر بحياه المواطن. واحنا النهارده تقدمنا ببلاغ للنائب العام مساء اليوم ضد نقيب صيادله مصر على التصريحات اللي عملها، لان هي بالفعل اثارت البلبله.